مساء الخير. لما قام الكيان الصهيوني باغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كان رد الحركة هو انتخاب يحيى السنوار زعيم الحركة في قطاع غزة والعقل المدبر لعملية طوفان الأقصى رئيسا للحركة. وقتها الاختيار ده كان فيه رسالة واضحة وصريحة ومباشرة بأن حماس اختارت طريق المقاومة، اختارت طريق التحدي، وده ظهر بسقوط أكبر متوسط قتلى في جنود جيش الاحتلال في فترة قصيرة من وقت ولاية السنوار، لما قدرت المقاومة تقضي على 56 ضابط وجندي في جيش الإرهاب الصهيوني بكماين وعمليات قنص كلفت الصهاينة ثمن غالي. حتى لما تم اغتيال يحيى السنوار استمرت المقاومة في شمال غزة وتحديدا في جباليا في توريد التوابيت من غير توقف للمجتمع الصهيوني. قيس على كده اختيار حزب الله اللبناني النهاردة للشيخ نعيم قاسم. اختيار حزب الله للشيخ نعيم قاسم عشان يبقى أمين عام الحزب بشكل رسمي بعد اغتيال حسن نصر الله في 27 سبتمبر اللي فات، واللي من بعدها بحوالي أسبوع كان الحديث عن قيادة نعيم قاسم للمقاومة اللبنانية على مدار 30 يوم، وكان نتيجتهم خروج المحلل العسكري الصهيوني عاموس هرقيل بتحليل منشور في الصحف العبرية بيقول إن شهر أكتوبر هو أسوأ شهر من ناحية الخسائر في الجنود على جبهة جنوب لبنان من بداية السنة، واللي كان آخرهم 18 جندي في 72 ساعة. طبعا لازم نراعي ان الارقام اللي بيقولها الصهاينة او الارقام الرسمية اللي بيعلنها جيش الاحتلال هي ارقام خاصة بالجنود القتلى اللي اهاليهم سمحوا بنشر بياناتهم، يعني مش كل الارقام حقيقية، مش كل الارقام دي هي الارقام الموجودة على الارض. واذا كانت الارقام الرسمية بتتكلم عن 776 جندي صهيوني اتقتلوا من يوم طوفان الاقصى، فخد كده حضرتك الارقام دي واضربها في 10 على طول عشان نوصل للرقم الحقيقي. لجيش بيجند مرتزقة، لجيش بيضم جنسيات تانية بين صفوفه على كل الجبهات. طيب ده بيقول ايه بقى؟ بيقول ان اختيار نعيم قاسم لقيادة حزب الله معناه نية الحزب في الاستمرار بالحرب. معناها بشكل واضح ان الحزب مكمل في حربه، نية الحزب في استمرار حمل راية المقاومة بعد حسن نصر الله، خاصة أنه نعيم قاسم شخصية مخضرمة في الجماعة، وكان منصبه نائب الأمين العام من سنة 1991، يعني قبل ما حسن نصر الله نفسه يبقى أمين عام الحزب. ونعيم قاسم صاحب مسيرة سياسية بدأت من حركة أمل اللي بتضم الشباب الشيعي في لبنان من سنة 74، وفي سنوات الاحتلال الصهيوني للبنان ساهم نعيم قاسم في تأسيس حزب الله وفضل ضمن قيادات الصف الأول ليه، يعني هو واحد من المؤسسين بتوع الحزب أصلا ومن المتحدثين باسمه، واحد من قيادات الحزب اللي عليهم توافق لبناني عام كشخصية سياسية ليها علاقات واسعة مع كل الأحزاب اللبنانية، ورأيه في الحرب مع جيش الاحتلال كان عدم توسيع نطاق المواجهات، لكنه هينحاز للحرب وهياخدها بكل قوة لو اتفرضت عليه. وفي المرحلة الحالية الحرب مفروضة على اللبنانيين اللي دلوقتي بيدفعوا تمن التوحش الصهيوني وتمن مغامرات مجرم الحرب نتنياهو المدعوم بصمت وتسليح وحماية الغرب، واللي هدفه مسح مفهوم المقاومة من المنطقة وتجهيز المنطقة لمرحلة من السيطرة الصهيونية الكاملة. الثابت كمان انه بعد انتخاب نعيم قاسم كأمين عام للحزب صدر بيان تعهد باستمرار المقاومة، وده أرى المحللين بأن الحزب قرر تجهيز الأرض لمعركة طويلة يستنزف فيها قدرات وأرواح جيش الاحتلال في مرحلة صعبة بيمر بيها المجتمع الصهيوني اللي بدأ يلطم من حجم التوابيت اللي بتخرج كل يوم من غزة ومن جنوب لبنان. النهاردة حزب الله أعلن أنه قدر يقتل على الأقل 90 جندي من جيش الاحتلال، غير إصابة 750 جندي في معارك في جنوب لبنان اللي بقالها شهر تقريبا، وداخلين طبعا كده في الشهر الثاني، وده أعلى متوسط يومي من القتلى في صفوف الصهاينة من وقت عملية طوفان الأقصى.
بعد رسالة حزب الله بانتخاب نعيم قاسم. خرج مجرم الحرب يوآف جالنت وزير الدفاع الصهيوني وكتب على صفحته على منصة إكس تعيين مؤقت وبدأ العد التنازلي. مرة تانية كتب إيه جالنت؟ تعيين مؤقت وبدأ العد التنازلي. طبعا دي إشارة واضحة إنه نعيم قاسم مستهدف إنه يتم اغتياله هو كمان وبشكل سريع. وده كمان قرره إلي كوهين وزير الطاقة في حكومة الإرهاب الصهيوني اللي قال إن وجود نعيم قاسم على رأس الحزب معناه إنه هيكون هدف للاغتيال. الراجل ده قالها بقى بوضوح واضحة وصريحة. أغلب الظن إنه نعيم قاسم والقيادات العليا الجديدة لحزب الله مش موجودين في لبنان وإنهم ممكن يكونوا موجودين في إيران في الوقت الحالي عشان يقودوا مرحلة من إعادة الضبط ومسح حالة الفوضى اللي ضربت حزب الله الفترة اللي فاتت وقضت على قدراته في التواصل وقدراته في التنسيق بعد ضربة البيجر واللاسلكي الشهيرة واختراق صفوفه الأولى بعملاء وجواسيس ساهموا في سهولة اصطياد كل قيادات الصف الأول في حزب الله. التفاصيل دي بتقول إن حزب الله بيقول أنا جاهز، أنا مستعد لحرب طويلة. على الناحية التانية الصحف العبرية بدأت تتكلم عن وجود مفاوضات مع الجبهة اللبنانية ومقترح أمريكاني لوقف الحرب، وصل لمرحلة كويسة من التوافق ممكن تنتهي بهدنة 60 يوم بحيث يحصل فصل بين جبهة غزة وجبهة جنوب لبنان، وعلى الحدود تشتغل قوات دولية على أنها تراقب تحركات الطرفين الإسرائيلي وحزب الله، ويدخل الجيش اللبناني مناطق الجنوب بدل حزب الله اللي ممكن يرجع وراء نهر الليطاني اللي بيبعد عن حدود الأراضي المحتلة تقريبا 30 كيلو واللي الكيان الصهيوني بيعتبره حدوده الشمالية نهر الليطاني. يعني الصهاينة عايزين حزب الله يرجع للمنطقة اللي ورا نهر الليطاني، وبيقولوا على المنطقة اللي هيرجع فيها الحزب إنها حدودهم الشمالية وما ينفعش يبقى فيها عنصر واحد من عناصر حزب الله. والله حاجة يعني في منتهى البجاحة. المهم الحياة على الأرض بتقول إن الأمريكان غالبا هيرفعوا إيديهم عن ملف لبنان لحد ما تخلص الانتخابات اللي قدامها أسبوع، وهتبدأ زي النهاردة بالظبط كده الأسبوع الجاي. بعد الانتخابات هيبقى بقى لكل حدث حديث وممكن الحسابات تختلف تماما. لكن إذا كان الوضع في جبهة جنوب لبنان مش قابل لأي تهدئة، فالمطروح دلوقتي في غزة هو وجود هدنة في القطاع لمدة 28 يوم وتبادل الأسرى بحيث تفرج المقاومة الفلسطينية عن 8 رهائن صهاينة مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين. وطبعا إن الكيان الصهيوني الغدر في دمه ودرس هدنة نوفمبر 2023 لسه مفعوله ساري، فحركة حماس بتطلب اتفاق ملزم للصهاينة ما يرجعوش بعده للحرب مرة تانية، وده اللي شغال بالظبط عليه الأمريكان دلوقتي مع كل الوسطاء في المنطقة. ولحد دلوقتي محدش عارف على وجه اليقين هل مجرم الحرب نتنياهو بجد بيدور هو على هدنة يوقف بيها الحرب لحد ما يواجه الموجة العالية ضده بسبب زيادة معدلات القتلى في صفوف جيش الاحتلال والمدنيين كمان في العمليات الفدائية. مش عارفة، بس يعني هو على ما يبدو بدأ يفكر في تفاصيل ما بعد الهدنة بغض النظر عن توقيتها، وهو شكله مصمم انه يقضي على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة، وتحديدا ما بعد حظر الكنيسة أنشطة الوكالة في الكيان الصهيوني. رغم يعني إيه الأمريكان اعترضوا والأمم المتحدة اعترضت، بس يعني محدش عايز يشيل مسؤوليات الأونروا ودورها يعني بتتهرب منه كل المؤسسات الدولية بما فيها المنظمة الدولية للهجرة اللي خرجت رئيستها بتقول إنها مش قد الشيلة اللي شايلها الأونروا، وإن آخرها إنها هتحاول تدعم شغل الأونروا بعد حظرها وإلغاء اتفاقية 67 ووقف أنشطتها في الأراضي المحتلة وحظر أي اتصال بين المسؤولين الصهاينة وموظفيها. وده كمان أكدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اللي قالت انها مش هتقدر توزع المساعدات الاساسيه في غزه من غير الأونروا، وان حظرها ده طريقه جديده لقتل الاطفال.
طبعا الأونروا علقت النهاردة على القانون الصهيوني بحظر شغلها في الأراضي المحتلة بأنه هيعمل انهيار في العملية الإنسانية في غزة، لأنه استبدالها صعب، وأن الصهاينة الأولى أنهم كانوا يفكروا في وقف الحرب بدل ما يركزوا على الأونروا ويحطوها في دماغهم. حاجة غريبة والله، إيه ده؟ وكمان القانون الصهيوني انتقدوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وصفوا بأنه مش مقبول وأثره مدمر على اللاجئين الفلسطينيين، لأن الأونروا ملهاش بديل ومفيش غنى عنها. من الآخر مجرم الحرب بيفرض رأيه على الكل، هو عمل قانون وهو ده وبيفرض رأيه على العالم كله. لاحظ أن قرار حظر الأونروا حتى الغرب الداعم للصهيونية والأمريكان والأمم المتحدة رافضينه، لكن ده ما منعش الصهاينة أنهم يصدروا القانون غصب عن الكبير، غصب عن الكل، لأنهم هما يعني مش بيتكلموا لغة السياسة والدبلوماسية والمناشدات الدولية، هما الكلام ده مش بتاعهم، ما بيهمهمش، هما حاجة واحدة بس بيفهموها، إنه عداد القتلى بتوعهم بيزيد يوم بعد يوم، وإن حجم التوابيت الملفوفة بعالم الكيان الصهيوني بقت حاجة مزعجة، وإن صوت الصريخ وصوت صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات في العمق الصهيوني لأول مرة في تاريخ الكيان المزروع على أرض منهوبة هو الصوت الوحيد اللي الصهاينة بيسمعوه دلوقتي وبيخليهم يراجعوا مواقفهم ويعدلوا قراراتهم. مصر جديدة، أهلا بكم.